اسلام من قناه اسيا تي في. اليوم راح نديرو فيديو مشترك على الاكله الخفيفه. راح يكون فيديو مشترك مع ايمان كراميلا. حنخليكم تتعرفوا على لاشين تاعها وتخبركم كيفاش راح يكون هذا الفيديو. سلام متابعات اسيا تي في، انا ايمان من قناه ايمان كراميلا. نقدم في قناتي فيديوهات بزاف متنوعه وشابه، ان شاء الله تعجبكم. انا حنديروا انا واسيا اليوم فيديو عن الاكله، تحدي الاكله الخفيفه، ان شاء الله يعجبكم. كي تكملوا لا فيديو تاعها روحوا شوفوا قناتي وشوفوا الفيديو تاعي، خلي لكم رابط قناتي ورابط الفيديو تاعي في صندوق الوصف، فما تنساوش تزوروني. يام نبداو. رايحين نبداو بالمكونات، واللي رايحين يكونوا زوج حبات تاع البيض، نحتاجو للسكر، وايضا نحتاجو الى الحليب، نحتاجو الى الفانيليا، نحتاج إلى ربع كأس زيت، وطبعا إلى الشوكولاتة. وطبعا نحتاج إلى قالب، ونحتاج إلى مخلط يدوي. نكسر حبتين من البيض ونضيف لهم ملعقتين من السكر، ونخلط جيدا. ونضيف لهم ملعقتين كبيرتين من الزيت، ونخلط. ونضيف لهم ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونخلط مرة أخرى. ونحتاج إلى الدقيق، ونحتاج إلى كأس مملوء من الحليب،
ونخلط. نملئ كأسا كبيرا من الدقيق ونخلط. وأيضا نضيف نصف كأس من الدقيق. ونضيف أيضا نصف كوب من الحليب. ونقليها. Thank you.
وأخيرا وليس آخرا نذيب الشوكولاتة. ونضع الشوكولاتة فوق الكريب. وطبعا ما ننساش اول كريب طيبتها. نو 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 Et voilà le résultat. Bye bye. Et la vidéo est prête, inshallah. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner à ma chaîne. Bye bye.